اه حاولتي قبل كده؟ لا انا اول مره، اول سنه جد. تقدمي اه والحمد لله. اه الحمد لله. احساسك كان ايه بقى لما لقيتي اسمك موجود؟ لا الحمد لله، ما بقولش لك فرحه عمري في حياتي ما فرحت، الحمد لله فرحانه طبعا. 20 سنه بقدم والاخر جات لي السنه دي، وجاي لي كمان ايه مكان واحده، يعني حصل لها ظروف في اخر لحظه، فلازم ابقى فرحانه طبعا. الحمد لله الحمد لله. هذا ربنا بالصحة والستر الأمة محمد كلهم يا رب، وبالأمن والأمان لبلدنا ولينا يا رب. إحساس سعيد جدا. سبب إيه؟ الأول سبب طلع الحج، تاني سبب طلع مع الحج، فالإحساس مضاعف زي ما بيقولوا، يعني فايحة فايحتين الحمد لله. آه الحمد لله، أكبر فرحة النهاردة وطلع مع ابني والحمد لله اللي كانت في نفسي يعني، والحمد لله. أول حاجة ربنا ينصر مصر وانصر حضرة الرئيس السيسي على أعدائه يا رب، وخلي ولادي بقى ونجحهم وخليهم كده وارزقهم رزق حلال. الحمد لله مش أحسن من كده إحساس، الحمد لله. عمره ام لكن حج اول مره. حاولتي قبل كده ولا ايه؟ حاولتي قبل كده انك تروحي؟ اه كتير، 10 سنين. اه اول مره ان شاء الله. لا ما اول مره. اول مره وجت معاك من اول مره؟ اه وجت معايا من اول مره الحمد لله. الحمد لله. اه مع المدام. حضرتك ايه بقى النهارده؟ فرحانه والله، فرحانه جدا الحمد لله. الحمد لله بقى لي 10 سنين بحاول في موضوع الحج ده. حرفيا يعني 10 سنين قدمت في كل القرع والبعثات اللي اقدر اقدم فيها، والحمد لله السنه دي جات لي بشكل انا شخصيا مش عارف هي جت ازاي. تمام.